كان المتصهيونون العرب والمتصهيونون المصريون دائما يسألون وما هي فائدة ما فعلته حركة المقاومة حماس يوم 7 أكتوبر؟ لقد عرضت البلاد والعباد لخراب دامر، ولم يتوقفوا للحظة أمام العار الذي سيلحق بهم في الدنيا والآخرة. لكن مش مهم العار، المهم الخزي اللي ربنا أخزاهم به هذه الأيام. تطرى أحداث تؤكد على أن ما جرى كان توفيقا من الله سبحانه وتعالى في المحتوى والمضمون والاسم، فقد اختار له الرجال اسم طوفان الأقصى، وهو بالفعل كان طوفانا غير كل شيء على وجه الأرض، وما زال في انتظار المزيد. هذا الطوفان الذي جعل الشباب الغربي والأمريكي يرتدي العلم الفلسطيني والكوفية الفلسطينية ويعتصم ويتظاهر من أجل فلسطين التي لم تكن على الخريطة مطلقا. هذا الطوفان الذي جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تعترف بأكثر من 124 دولة بفلسطين. هذا الطوفان الذي زلزل نتنياهو وجعله مهدد بمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. هذا الطوفان اليوم الذي كان له ثمرة عن طريق النرويج وأيرلندا وأسبانيا، ثلاث دول أوروبية تعلن اعترافها بدولة فلسطين من جانب واحد بغض النظر عن إسرائيل موافقتها أو عدم. هل علمتم أيها السادة بعض أو قليل من ثمار طوفان الأقصى؟ إنه اسم على مسمى، إنه زلزال سياسي سيأخذ كما الطوفان تماما، كما الطوفان يأخذ في وجهه كل غث وسمين، أيضا طوفان الأقصى السياسي والعسكري سيأخذ في وجهه كل غث وسمين.